اشتركت في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي مسار التطبيقات الكيميائية، استمتعت كثير بهذا البرنامج وتعلمت أشياء كثيرة، خصوصا أنه كان في مختبر خاص بالكيمياء ومدربة مختصة بهذا الموضوع. اختبرت اختبار قياس موهبة في الصف الأول المتوسط، اجتزت بدرجة عالية الحمد لله، واشتركت بعدة برامج منها برنامج طبيب المستقبل ومسابقة موهوب للعلوم وبرنامج موهبة المتقدم للرياضيات والعلوم. كان برامج موهبة تأثير علي من الناحية العلمية والشخصية، خصوصا أنها كانت مع مدربين مختصين في هذا الموضوع، وإني كنت مع طلاب موهوبين مثلي وتعلمت منهم أشياء كثيرة. طموحاتي في المستقبل إني أدخل برامج موهبة أكثر واستفيد منها أكثر وأترك بصمتي في المجتمع، ومتأكدة أن هذه البرامج بتدلني على الشيء اللي أبغاه إن شاء الله في المستقبل. نصيحتي للطلاب والطالبات أنكم تقدمون على اختبار مقياس موهبة ولا تترددون، لأنها فرصة ما راح تتعوض، ومتأكدة أنكم تستفيدون منها كثير. موهبة حيث تنتمي.